السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، شخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تكونوا صحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدرجة. عاش المغرب، لا عاش من خنه، ولا غالب إلا الله. نمر الآن إلى العناوين. تعود لتطويق مداخل المدن المغربية. لهذا السبب بعث الملك محمد السادس رسالة إلى البابا فرانسيس، أحد أشد أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يسلم نفسه لقضاء بلاده. ألمانيا، إيران تسعى للنيل من المملكة المغربية عبر البوليزاريو. بلجيكا تصطف إلى جانب أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتستفز المغاربة بهذا الشيء الخطير. فضيحة بن بطوش، تحول إسبانيا من دولة مؤسسات إلى بلاد تسير عن طريق المافيات. ليا غونزاليز أصبحت مهددة بالسجن. حاكم سبت المحتلة يقترع على إسبانيا خطة بديلة لفك حصار المملكة المغربية. كوكب اليابان يدخل على الخط. قضية بن بطوش كل يوم تحدث علينا الجديد، لكن اليوم مفاجأة مدوية. فرنسا تدخل على الخط وتفضح مخطط الجزائر بعد طرد صبري بوقدوس. ما قامت به إسرائيل أمس أرعب الإسبان والجزائر. خطوة غير متوقعة وانتصار دبلوماسي. مرحبا بكم إخواني من جديد. ذكرت مصادر أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني وجه تعليمات إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق وكافة المسؤولين لتشديد المراقبة والتأكد من رخص التنقل، خاصة مع العطلة الصيفية واقتراب عيد الأضحى. وعادت السدود الأمنية في عدد من النقاط بعد أن تم رفعها منذ الإعلان عن تخفيف التدابير المرافقة لحالة الطوارئ الصحية بالمملكة. هذا وقد شرعت السلطات على مستوى المدن الكبرى التي تسجل أعلى معدلات الإصابة بالفيروس التاجي في نشر السدود القضائية، وينتظر أن يتم تشديد الإجراءات في القادم من الأيام بعدما جرى تسجيل ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى قداسة البابا فرانسيس إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت لها. ومما جاء في هذه البرقية: تلقيت ببالغ الارتياح نبأ نجاح العملية الجراحية التي أجريت لكم. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأدعو الله العلي القدير أن يعجل باستعادتكم لكامل عافيتكم، وأن يمتع قداستكم بمغفور الصحة وطول العمر حتى تواصلوا مساعيكم السامية من أجل إشاعة القيم الإنسانية النبيلة. سلم رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما في ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء نفسه إلى سلطات بلاده تنفيذا لحكم بالسجن لمدة 15 شهرا صدرت بحقه بتهمة ازدراء القضاء. وقالت منظمة تمثل زوما في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن زوما قرر الامتثال لأمر الحبس، إنه في طريق لتسليم نفسه إلى أحد السجون في مقاطعة كوزالو ناتال، وذلك قبيل دقائق من حلول منتصف الليلة وانتهاء المولة التي حددها القضاء له لتسليم نفسه. وكانت أعلى محكمة في جنوب أفريقيا قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما غير قابل للاستئناف، قضى بسجن الرئيس السابق 15 شهرا وأمرته بتسليم نفسه. وطلب الرئيس السابق المعادل للوحدة الترابية للمملكة المغربية من المحكمة الدستورية لبلاده إعادة النظر في الحكم الصادر بحقه في جلسة جديدة من المقرر عقدها في 12 من الشهر الجاري. الجدير بالذكر أن جاكوب زوما متهم باختلاس أموال عامة خلال 9 سنوات التي قضاها في السلطة على رأس بلاده. لا يمكن وضع الإعلام الألماني في سلة واحدة، ففيه من العقلاء ما يشد الانتباه مثل صحيفة دير تاغش بيغل.
والتي أفردت مقالا خاصا عن إيران وتهديداتها للمغرب وشمال إفريقيا عموما عبر توثيقها علاقات مع الجزائر وتسخير حزب الله اللبناني لتمويل وتدريب انفصالي جبهة الصنادلية. ووفق صحيفة دير تاشبيغل فإن ناقوس الخطر الإيراني يدق في إفريقيا، وقد أفادت بأن إيران وسعيا منها للنيل من المملكة المغربية الشريفة زودت الصنادلية بصواريخ أرض جو، وأنها أرسلت عناصر من حزب الله لتدريب الانفصاليين في المخيمات التي تأويهم على الأراضي المغربية المحتلة. وسلطت الصحيفة الضوء على التوتر القائم بين الرباط وطهران بسبب تنطعها الأخيرة ومحاولتها تقويض استقرار شمال إفريقيا عبر دعم خصوم المغرب لوجستيا، وكذا سعيها الحثيث لتشييع المجتمعات المغربية التي فتحت بعدها الأبواب مشرعة أمام الفرصة ضدا فقط في المملكة المغربية، والذي اتخذ موقفا حازم لوقف المادة الشيعية الإيرانية. في المقابل نقلت عن الصحيفة الألمانية أن إيران تتوسع في القارة السمراء عبر خديمها حزب الله، حيث أن خلايا إيرانية تنشط في كل من جمهورية إفريقيا الوسطى، الكاميرون، غانا والنيجر والجمهورية الديمقراطية للكونغو، حيث تنشط جماعات مسلحة ممولة إيرانية لضرب مصالح الدول الغربية والمغرب في إفريقيا ومواجهة الدول السنية التي تتقدمها المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية وتركيا، كما نقل ذلك نشرة مغرب انتليجنس. تفاجأ عدد من أبناء الجالية المغربية المقيمين ببلجيكا عند وصولهم إلى أرض الوطن بالتوصل برسالة نصية من شركة الاتصالات البلجيكية تيلينيت تخبرهم بالشروط الجديدة عند مباشرتهم بعد الدخول إلى الأراضي المغربية. وأرسلت الشركة البلجيكية رسالة نصية بالفرنسية لمستعمليها من الجالية المغربية المقيمين ببلجيكا فور دخولهم إلى أرض الوطن: مرحبا بكم في الخارج المغرب والصحراء المغربية، موضحة في رسالتها تكلفة الاتصال من داخل المغرب وتلقي المكالمات وتكلفة الرسائل القصيرة والإنترنت. الرسالة التي أرسلتها الشركة البلجيكية فيها عدم اعتراف صريح بمغربية الصحراء، وكأن المغرب مقسم في خريطة بياناتها بشكل مسبق، كما أن الرسالة الأوتوماتيكية التي وصلت لمغاربة بلجيكا عبر هواتفهم تدل بالملموس على تعقب الشركة البلجيكية المذكورة لزبنائها ومعرفة مكان تواجدهم، إذ أنهم توصلوا برسائل بشكل آلي فور وصولهم إلى المملكة المغربية. واستنكر أفراد الجالية المغربية المقيمين ببلجيكا هذا النوع من الرسائل، معتبرين أن شركة الاتصال يفترض فيها أن تكون محايدة وألا تتبع توجهات الدول احتراما لزبنائها. وتأتي هذه الرسالة من شركة الاتصال تيلينيت البلجيكية في ظل توافد أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن في إطار عملية مرحبا 2021 لقضاء عطلتهم الصيفية وزيارة الأقارب بعد انقطاع دام قرابة العامين بسبب الجائحة. قالت جريدة لاراتونا الإسبانية بأن قاضي المحكمة الإسبانية طلب من وزارة الخارجية الإسبانية بتحديد الشخص الذي أعطى الأمر بعدم التحقيق من جواز سفر زعيم جبهة الصنادلية إبراهيم رخيص أثناء دخوله إلى التراب الإسبانية. وأضافت الجريدة بأن القاضي أمر كذلك وزارة أرنيشا غونزاليز ليا بإبلاغه إذا ما كانت هناك أي خرقات في عملية دخول زعيم جبهة الصنادلية إلى إسبانيا أو وجود تلاعبات في ملفات الإدارية بخصوص طريقة وصوله. وفي نفس السياق تضيف الجريدة الإسبانية بأن قاضي ساراقوستا الذي يحقق في وصول إبراهيم رخيص إلى القاعدة الجوية لعاصمة أراغون قد أمهل وزارة الخارجية 7 أيام لتحديد هوية الشخص الذي أمر بإعفاء إبراهيم رخيص من إجراءات مراقبة الجواز والرقابة الجمركية بعد إدخاله إلى التراب الإسبانية. هذا ويذكر بأن إبراهيم رخيص قد تم إدخاله للأراضي الإسبانية من طرف نظام عسكر الجزائر شهر أبريل من أجل العلاج بين مزدوجتين من تداعيات إصاباته بفيروس كورونا، وهو ما فجر أزمة كبيرة بين المملكة المغربية وإسبانيا الأخيرة التي بررت دخوله إلى إسبانيا بدواعي إنسانية حسب كذبهما.
اقترح حاكم مدينة سبتة المحتلة على حكومة إسبانيا خطة بديلة لتجنب الخلاف مع المغرب وتجاوز الحصار الاقتصادي الذي صارت تعيشه المدينة من خلال مشروع اقتصادي يجمع البلدين على الحدود. وأضافت صحيفة لاراتونا الإسبانية أن رئيس سبتة خوان فيفاس سيقترح الموافقة على خطة للحكومة لتنفيذ الإجراءات الدبلوماسية التي تراها مناسبة لعكس استراتيجية المغرب التي بدأت في عام 2018 والتي تهدف إلى فصل مدينتي سبتة ومليليا اقتصاديا عن محيطهما. وشدد فيفاس في مقترحه على الاعتراف بالسيادة الإسبانية التي لا جدل فيها حسب تعبيره على سبتة ومليليا المحتلتين، مريدا أنه يجب أن يتم إنشاء إطار لعلاقات حسن الجوار مع البلد المذكور ويقصد المغرب، في حين يكون له هدف مزدوج من خلال إنشاء منطقة ازدهار اقتصادية يتقاسمها كلا جانبي الحدود على أساس التعاون والتكامل وخفة الحركة في عبور الأشخاص عبر الحدود لأسباب عائلية أو عملية أو سياحية. وبحسب ما أوردته صحيفة الفارو سبتة أنه منذ عام 2018 اتخذ المغرب قرارا يهدف إلى حد من المبادلات التجارية بين سبتة ومليليا ومحيطهما، وبالتالي تسعى إلى فصل المدينتين اقتصاديا عن تلك البيئة. وتشمل هذه الإجراءات إغلاق الجمارك التجارية لمدينتي مليليا في يوليوز 2018 وفي حالة سبتة في إنهاء النقل والحركة الصغيرة للبضائع في ظل نظام الركاب منذ 2009. ويرى حاكم سبتة المحتلة خوان فيفاس أن المحاور الخمسة التي تدعم هذه الاستراتيجية هي أمن حدود سبتة والسيطرة الصارمة والفاعلة عليها من قبل السلطات الإسبانية والأوروبية وتعزيز المؤسسي لوضعها كمدينة عضو في الاتحاد الأوروبي، بما معنى إخواني أنه يريد أن يدخل سبتة ومليليا إلى منطقة شنغن. وبالتالي إذا رفض المغرب التبادل التجاري معها فإنه ينسف المعاهدات التي وقع مع الاتحاد الأوروبي. ما زال المشروع الملكي بالمغرب لتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد للفيروس التاجي يثير العديد من ردود الأفعال الإيجابية عالميا. وفي هذا الصدد وصف سفير اليابان بالرباط تاكاشي شينوكوزا إطلاق مشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 في المملكة المغربية بكونه خطوة كبيرة جدا من شأنها الرقي بالمملكة المغربية إلى مصاف البلدان القوية بالعالم. وحسب تصريحات أدلى بها الدبلوماسية اليابانية للقناة الإخبارية المغربية أنفانكاتا التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء الوكالة الرسمية، إن المغرب يؤكد مجددا من خلال هذه المبادرة إرادته في مساعدة البلدان الإفريقية في جهودها لمكافحة الفيروس ومواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات الأزمة الصحية العالمية. ولفت إلى أن مشروع تصنيع اللقاح بالمملكة المغربية أضحى واقعا بفضل الانخراط الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأشار إلى أن الأمور تعرف تقدما كبيرا في اتجاه تحقيق مناعة جماعية ومساعدة الدول الإفريقية في مكافحة الفيروس التاجي. وشدد على أن المقاولات اليابانية كانت محقة في اعتبارها المغرب بوابة كبيرة لولوج القارة الإفريقية، مشددا على الاهتمام الذي توليه بلاده لتطوير شراكتها مع المملكة المغربية التي أصبحت أحد أقوى الدول في العالم. كما أعرب عن اندهاش لمحتوى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموية الجديدة الذي كانت ثمرة عمل فكري جماعي كبير بالتشاور مع آلاف المغاربة بهدف الاستجابة أساسا لوضع الأزمة الصحية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية. بن بطوش كل يوم تأتينا بالجديد، حيث صرح الضابط الذي انتقل إلى مستشفى لوغرونيو للتحقق من أوراق إبراهيم رخيصة قام اليوم بالإدلاء بكلمته أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإسبانية، حيث ما صرح به فاجأ الجميع بكون أن إبراهيم رخيصة يتوفر على الجنسية الإسبانية والجزائرية ولديه بطاقة وطنية إسبانية. وتساءل الضابط الذي اطلع على أوراق إبراهيم رخيصة لماذا قام الأخير بالدخول لإسبانيا بجواز سفر وهوية مزورة، في حين أنه كان يتوجب عليه الدخول بجوازه الإسباني. هذه المعطيات تكشف أن إسبانيا أحد صناع البوليزاري وليس الجزائر فقط.
كشفت مجلة جون أفريكا الفرنسية أن ما قامت به الجزائر بتغيير صبر بوقدوس بأحد أشد أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية. رمط العمامرة له اعتراف جزائري ضمني بأن الدبلوماسية الجزائرية تلقت نكسات وهزائم كبيرة أمام المملكة المغربية. وأضاف ذات المجلة الدائعة الصيت أن يقين الجزائر بقرب طرد الصنادلية من منظمة الاتحاد الإفريقية والتي أصبحت بعض الدول الإفريقية تطالب بها أكثر من المملكة المغربية، مؤكدين استغرابهم كيف لكيان ليس له لا أرض ولا سيادة أن يأخذ مقعدا لا يستحقه، وهو ما عجل بهذا التغيير. مكافحة الإرهاب ريهان يفرض نفسه على المغرب وإسرائيل، وهو ما جعل وفدا إسرائيليا يزور المملكة المغربية برئاسة آلون أوشبيز المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية يناقش سبل تعزيز التعاون بين البلدين لتجفيف منابع الإرهاب ومطاردة الإرهابيين. التعاون المغربي الإسرائيلي نفت انتباه الإسبان والجزائر، وقد تناولت تقارير إعلامية نبأ الزيارة ومضامين بعض المحادثات، كما أفادت صحيفة لارازون وهي تحيل على أن المملكة المغربية وإسرائيل يعتبران مكافحة الإرهاب أولية لأنهما مستهدفان بالدرجة الأولى من لدن تنظيمات إرهابية مثل الصنادلية والقاعدة وداعش، مما يجعل إسرائيل تعتبر البوليزاريو منظمة إرهابية، مما أدخل الرعب في نفوس الإسبان والجزائريين. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصل قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.